بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال. بإذن الله حبايبي النهاردة هنشوف هنعمل اللبن الرايب مع بعض ازاي بأسهل طريقة ومش مكلفة خالص. عندنا دي كمية لبن أنا جايباها من اللبان، طبعا ما اتغلتش ولا اتحطت على النار خالص. اللي هنعمله حبايبي ده لبن اهو، مش مغلي ولا اي حاجه خالص بالشكل ده كده. انا هجيبه هكون مسخنه الفرن بس وطفياه، يعني عايز جو دافي، وهجيبه اغطيه تمام وهحطه في الفرن حوالي 24 ساعه في البرد. ده هيحتاج وقت اطول، في الصيف ممكن يحتاج 12 ساعة وهيروب على طول بإذن الله. فأنا هسخن الفرن وهحطه كده 24 ساعة وبعد كده أرجع لحضراتكم. ورجعت لكم تاني حبايبي. اللبن ما شاء الله لا قوة إلا بالله راب تمام في حوالي 24 ساعة كده تمام أهو ما شاء الله. هتاكل أحلى رايب، ممكن يعملوا منه كماج بألف هنا وعافية، وطبعا طريقة صحية ما كلفتناش أي حاجة. أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بتمنى لكم حياة أسعد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.